أيها الحضور الكريم، ها نحن اليوم نفتتح دورتنا الثانية لعودتنا التشريعية هذه على وقع كثير من الأحداث الداخلية والخارجية والتي تطلب منا الوقوف عندها والإشارة إليها والتأمل في مخرجاتها، حتى نوحد رؤانا وتصوراتنا ونتعاطى معها جميعاً بوعي وطني يصب في مصلحة وطننا الذي يتأهب لإقلاع اقتصادي واجتماعي بعد أن استكمل بناء مؤسساته الدستورية. وهنا أفتح قوسًا لأدعو إخواننا في البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية بأن يكونوا في الموعد للمشاركة في هذا الاستحقاق، وبذلك تكون جميع بلدياتنا في مستوى ما يتطلع إليه المواطنون من تنمية محلية تتجاوب الجهد الوطني المبذول استدراكًا لما فات واستغلالًا لفرصة النهضة التي ظهرت معالمها في شتى المجالات. لقد قطعت الجزائر أشواطًا كبيرة بدءًا بضمان أمنها واستقرارها بفضل إرادة سياسية قوية وصادقة، كان السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية عبر عنها وترجمها من خلال برنامج واعد وعهود قطعها على نفسه في حملته الانتخابية، وهي تتحقق وتتجسد يوماً بعد يوم، وما القرارات الأخيرة التي اتخذها متزامنة مع الدخول الاجتماعي إلا دليل على صدق الإرادة، فمراجعة الأجور للعمال والمنح للمتقاعدين والزيادة في منحة البطالة وغيرها من القرارات كلها مؤشرات على أن معيشة المواطن وتحسين ظروفه تعد أولوية بالنسبة للسيد الرئيس الذي هي الأسباب لولوج عالم الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المستدامة في ظل القوانين ذات الصلة والشأن. إن أمن الجزائر واستقرارها كان نتيجة هذه الإرادة، كما كان بفضل المؤسسات التي برهنت على مدى ارتباطها بوطنها وبشعبها، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والتي أعطت درساً لكل المشككين بأنها مؤسسة نابعة من صلب هذا الشعب الأبي وقادرة على حماية الوطن ومواجهة التحديات مهما كانت وتعددت. جيش يملك من القوة ما أهله ليكون الدرع الواقي والحامي للحمى، جيش يشكل مع الشعب لحمة وطنية ويصنعان معا جبهة داخلية متراصة مدركة للتحولات التي تحدث في العالم، واعية برهانات ما يجري في المحيطين الإقليمي والدولي، كل ذلك في كنف سياسة خارجية تضمن حضور الجزائر الفاعل والمؤثر. والجزائر بثباتها على المواقف والمبادئ تلعب دوراً محورياً من أجل السلام واحترام إرادة الشعوب والدول، وتعمل من أجل تعايش سلمي يسود العالم، وفي الوقت نفسه ترفض كل أنواع الهيمنة والغطرسة واستضعاف المقهورين، كما ترفض كل أشكال الاستغلال والعدوان والاستعمار. ولذلك فهي كانت ولا تزال مع القضايا العادلة ومع الشعوب التي لا تزال تعاني من ويلات الاستعمار. ذلك هو موقفها من القضية الفلسطينية التي لا سب ذلك هو موقفها من القضية الفلسطينية التي لا سبيل إلى حلها إلا في إطار استعادة الحقوق المسلوبة واسترجاع الحرية والسيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. والموقف نفسه من قضية الصحراء الغربية والتي لا مناص من العودة فيها إلا القوانين الدولية ولوائح الأمم المتحدة وحق تقرير المصير. أيها الحضور الكريم، نبدأ اليوم على بركة الله أشغال دواتنا الثانية عاقدين العزم على مضاعفة الجهود لنكون نحن أيضاً في مستوى التطلعات والرهانات التي تعكف الدولة الجزائرية على تحقيقها. ذلك أن الهيئة التشريعية هي في صميم الفعل النهضوي المنشود لاستكمال الإصلاحات من خلال مواصلة تحيين المنظومة التشريعية لتتماشى وتتكيف مع الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب الجزائري. ولقد كان لنا من الجهد في الدورة الأولى ما تمكنا فيه من المناقشة والمصادقة على 35 مشروعاً، كما ساهمنا بفعالية في الدبلوماسية البرلمانية والتي كانت من الركائز الداعمة لما تبذله دبلوماسيتنا في الخارج، كما قمنا بدورنا الرقابي من خلال الأسئلة التي طرحناها على السادة الوزراء
وكذلك البعثات الاستعلاماتية الميدانية، كل ذلك كان في جو من انسجام والتوافق بيننا كنواب، وفي جو من التكامل من أجل المصلحة العامة مع الحكومة. وبالمناسبة أشكر الجميع حكومة وبرلمانا على ما بذله من جهود، هذه الجهود التي ينبغي أن تكثف، لأن حجم التحديات اليوم يتطلب ذلك. وإني أهيب بالجميع أن يكونوا في مستوى ما ينتظرنا من هذه التحديات، وكذا في مستوى ما يطمح إليه السيد رئيس الجمهورية من العمل على رص الصف وتوحيد الكلمة ولم شمل الجزائريين، ليكونوا قوة بناء مستدركين ما فات من فرص، وذلك بالعمل على ترقية الجهد الوطني وتثمين المقدرات وإتاحة الفرصة للشباب لينخرط في هذا المسعى بتفجير عبقريته خلقا للثروة وزيادة الإنتاج والاستثمار فيما تزخر به البلاد من ثروات، حتى نخرج نهائيا من دائرة التبعية. فمقومات الإقلاع متوفرة وفرص النهضة قد تهيأت أسبابها، ولم يبقى لنا غير أن نشمر على سواعد الجد ونؤمن بقدراتنا. أيها الحضور الكريم، إن الحرائق التي شهدتها الجزائر مؤخراً قد أبانت أيضاً على مستوى من الوعي الشعبي العالي الذي أكد فاعلية المجتمع المدني وتضامن فئات الشعب في كل جهات الوطن، وبذلك يمكن اعتبار المجتمع المدني رافداً مهماً من روافد الوثبة الوطنية الرامية إلى تحقيق التطور والازدهار. ما حدث من تكاثف بين الجهات الرسمية للدولة بمختلف أسلاكها وبين منظمات المجتمع المدني يبشر بعهد جديد وينبئ باسترجاع الثقة وتوحيد الجهود، وهي أيضاً مؤشر على أن هناك مرافقة للمجهود الوطني الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة. إن المجهودات المعتبرة التي بذلتها وتبذلها الدولة ظهرت نتائجها واضحة، خاصة في بعض المشاريع الاستثمارية التي بعثت أو التي هي في طريق الإنجاز، وأعتقد أن ما تحقق في ميدان الفلاحة والمناجم من إنجازات معتبرة أمر مشجع على المواصلة لتحقيق الأهداف المرجوة. أيها الحضور الكريم، ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي لا يسعني إلا أن أتمنى عودة ميمونة لأبنائنا المتمدرسين، راجياً لهم عاماً مكللاً بالتوفيق والنجاح. كما أحيي كل أفراد أسرة التربية والتعليم، الأسرة الصاهرة على بناء الإنسان وإعداد الأجيال التي يعول عليها الوطن. وكل ما نتمناه أن تتضافر الجهود وأن نعمل كأولياء متعاونين مع المدرسة لتحقيق النتائج والأهداف التي يطمح إليها المجتمع الجزائري، لأن المدرسة هي حجر الزاوية لأي بناء حضاري، ومهما تكون النهضة الحقيقية المبنية على القيم والمهارات التربوية والتعليمية والأخلاقية التي تغرسها المدرسة في الناشئة. أيها الزميلات، أيها الزملاء، إنكم المعول عليه بما تملكون من كفاءة واقتدار، وقد صار لكم من الخبرة والتجربة وتكيفتم مع طبيعة العمل البرلماني، مما يجعلنا ننتظر منكم الكثير، إسهاماً منكم في ترقية العمل البرلماني وتحقيق لتطلعات المواطنين الذين حملونا أمانة تمثيلهم، وهي أمانة ثقيلة تتطلب منا المزيد من العمل والتنسيق ومضاعفة الجهود حتى نكون في مستوى هذه الأمانة. إن الجزائر وهي تضع قدمها الراسخة في طريق الإقلاع تستجمع كافة مقدراتها وعلى جميع الأصعدة في عمل متكامل يعتمد على منطلقات واضحة وثابتة باعثها التراكم التاريخي والحضاري، كما تعتمد على إرادة سياسية صادقة ركيزتها الأولى هي اللحمة الوطنية ضمن جبهة داخلية متراصة وواعية براهن ومتطلباته وتحدياته، ضمن عالم يعج بالمتناقضات والاختلالات والصراعات في ظروف دولية متميزة وشديد التعقيد، منها ما فرضها صراع المصالح والتكتلات، ومنها ما فرضته الظروف الطبيعية الناجمة عن التحولات المناخية والأمراض والأوبئة، وما كان في مضمارها كمخلفات التقدم الصناعي وانعكاساته وازدياد الهوة وتوسعها
بين العالمين المصنع المنتج والعالم المستهلك. ولذلك فالجزائر تسعى أن يكون لقاراتنا من تفاعل إيجابي في هذه التطورات، ما يحتم المزيد من التنسيق بين دولها، ولن يكون ذلك إلا بتحقيق السلم واستغلال الثروات في إطار أنظمة ديمقراطية تكون للشعوب فيها كلمة الفصل، في ظل الاحترام التام لإرادتها والخيارات تسير ولخيارات تسير شؤونها الداخلية بعيداً عن كل الضغوطات. أيها الزميلات، أيها الزملاء، ولقد أثبتت الجزائر أنها قادرة على تحقيق الإقلاع المنشود وماء ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها إلا دليل قوي على مدى التحكم والجاهزية، كما هي برهان على أن للجزائر ما يثبت أهليتها لتكون في واجهة الأحداث الرياضية والشبانية الكبرى. ومن المؤشرات الدالة على قوة الجزائر واقتدارها ذلك النجاح الباهر الذي حققه جيشنا الباسل خلال استعراضه العسكري الضخم بمناسبة ستينية الاستقلال. لقد أبهر الجميع باحترافيته العالية وبمهارة أفراده وإحساسهم بالمسؤولية نحو الوطن والشعب، مما جعلنا كمواطنين نطمئن على هذا الوطن. وفي الوقت نفسه حمل رسائل قوية موجهة إلى الخارج، والتي كان مضمونها واضحاً أن الجزائر بلد السلام والأمن والحريص على التعايش السلمي والاحترام المتبادل، هي نفسها الجزائر القادرة كذلك على الدفاع عن نفسها وحومة ترابها بفضل المخلصين من أبنائها. وفي هذا المقام لا يفوتنا أن نجدد تهانينا لقيادة الجيش الوطني الشعبي ولرياضينا العسكريين الذين توجوا بالمرتبة الأولى في المسابقة العسكرية الدولية اختصاص الفصيلة المحمولة جواً لسنة 2022، ليؤكدوا مرة أخرى أن الجزائر لها من الإمكانيات والقدرات بفضل شبابها ما يؤهلها لأن تتبوأ الصدارة بكل جدارة واستحقاق. أيها الزميلات، أيها الزملاء، إن استحضار المحطات المضيئة من تاريخنا المجيد والاحتفاء بعيد الاستقلال ويوم المجاهد وذكريات أحداث الثورة ورموزها، فبقدر ما تبعثه فينا من مقومات الاعتبار والاستلهام والعرفان، فهي كذلك وقفات لتجديد العهد مع رسالة الشهداء الأبرار والتأكيد على مواصلة المسيرة على نهجهم، وعلى أن الأجيال الحالية والقادمة ستظل وفية لذاكرتهم، وهي متوثبة لصون الوديعة وتحقيق أمجاد جديدة تضاف لمنجزات أسلافنا الميامين بالوعي والمثابرة لبلوغ مرام تعزيز السيادة الوطنية بكل أبعادها والدفاع عن المصالح العليا للوطن والشعب. المجد للشهداء والسؤدد للوطن. وفي الأخير أتمنى للجميع كل التوفيق والسداد. وأعلن رسمياً افتتاح الدورة البرلمان العادية لسنة 2022-2023 لمجلس الشعب الوطني. شكراً للجميع، والجلسة مرفوعة.